يوجد على الأرض حوالي 18,000 من الطيور، بعضها كبير وضخم وبعضها الآخر صغير الحجم، ولكنه قد يشكل خطراً كبيراً على العديد من الكائنات الحية أبرزها الإنسان. وهناك طيور خطيرة يرعب اسمها كل من يسمعه. إليكم أخطر 10 طيور في العالم يمكنها قتلك في لحظات، وهي القائمة التي سيكون عليك الانتظار لنهايتها لتتعرف على الطائر الأخطر في العالم على الإطلاق. فهيا بنا. في المركز العاشر، النورس. النورس طائر مائي يعيش بالقرب من الشواطئ وعلى الجزر، ويتغذى على الأسماك، ولكن إذا شعر بغرباء في محيط منتقطه يتحول إلى طائر غاضب وعدواني، وقد يؤدي ذلك إلى اتحاد سرب كامل من النوارس التي تهاجم في وقت واحد، وأحياناً قد تهاجم الحيوانات مثل القطط والكلاب. في عام 2001 عانت امرأة من المملكة المتحدة من جروح شديدة في الرأس إثر هجوم النوارس عليها، وفي عام 2002 قتل إحدى الكلاب، كما قتل رجل عجوز بعد تعرضه إلى أزمة قلبية إثر هجوم سرب من النوارس عليه. في المركز التاسع، البومها الثلجي. البوم من الطيور الجارحة التي تنشط خلال ساعات الليل، وتعتبر أكثر الطيور الجارحة في العالم انتشاراً، وذلك لسهولة تكاثرها، حتى أنه في بعض البلاد يتم تدريب البوم على الصيد بدلاً من الصقور، وذلك لأن البوم يتمتع بمخالب حادة للغاية تمكنه من صيد القطط والقوارض، كما أنها يمكنها مهاجمة البشر أيضاً. ومن أشرس أنواع البوم هي البومه الثلجية، وهي تعرف أيضاً باسم بومة القطب الشمالي. ويعد البوم الثلجي صياداً بارعاً خصوصاً في فصل الشتاء، وهي تزداد عنفاً عند اقتراب أحد من عش صغارها، فتقوم باستهداف الوجه والرأس بمخالبها الحادة. في المركز الثامن، العقعق الأسترالي. طائر قريب من الغربان، وعادات العقعق الأسترالي في الغذاء غير مؤذية، وتركز بشكل كبير على الإفقريات التي تعيش في البرية، وتعتبر من أشرس الطيور في العالم وأكثرها عدوانية، خاصة إذا اقترب أحدهم من عشه أو صغاره، فإنه من الممكن أن يسبب للإنسان إصابات شديدة في العين وأجزاء أخرى من الجسم قد تؤدي للوفاة، كما أنها تتسبب في الكثير من حوادث الطرق المتعددة لما تحدثه من تشويش وحجب للرؤية لدى سائق الدراجات والسيارات. ويقوم هذا الطائر باستهداف مناطق الرأس والوجه. في المركز السابع، البجع. كيف يمكن أن تندرج هذه الطيور الرائعة التي ترمز إلى الحب والسلام والرومانسية أن تدرج في قائماتنا؟ الحقيقة أن البجع من الطيور الجميلة، ومن الصعب أن تصدق أن هذه الكائنات اللطيفة تعتبر من الطيور الخطيرة. والبجع فعلاً من الطيور الجميلة، لكن عندما يتعلق الأمر بصغارها تتحول إلى طائر شرساً وعنيفاً، فتكون عدوانية جداً ولا تستسلم إبداً، فهي تقاتل لآخر نفس حتى إن كانت تواجه حيوان أقوى وأشرس منها، لذلك تظهر شجاعة وقوة كبيرة، ومن الممكن أن تهاجم أي حيوان أو شخص لحماية صغارها، ولذلك لا تعبث أبداً مع البجع. سادساً، الصقر أحمر الذيل. الصقر من الطيور التي تتميز بطول جناحيه، مما يساعده على الطيران بسرعة عالية جداً، ويعتبر الصقر أحمر الذيل من أكبر الصقور في أمريكا الشمالية، ويمكن العثور عليها في الأراضي الزراعية وفي الطرق والحدائق، وغالباً ما تزن بين 3 و 4.4 رطلاً، وهي تدافع بشراسة عن عشها، وعندما يتم بناء العش في منطقة يرتادها البشر فإن الصقور تكون على استعداد بمحاربة البشر باعتبارهم أنهم يمثلون تهديداً لها، وهي طيور قوية لدرجه كافية لقتل الحيوانات المنزلية كالقطط والكلاب الصغيرة وغيرها. وفي عام 2014 تم قتل كلب ينتمي إلى إحدى الأسر بواسطة صقر أحمر الذيل. في المركز الخامس، العقاب. يعتبر العقاب الطائر الأطول عمراً في العالم، فكثيراً من العنقبان تعيش لأكثر من 70 عام،
والعقاب يعتبر من الطيور الجارحة الأكثر انتشاراً في العالم، ويتميز بمنقاره الحاد والمدبب والذي يمكنه من الافتراس بسهولة، ويعتبر من أخطر الطيور التي يمكنها مهاجمة البشر إذا تعرض لها بسوء. ومقره الحاد قد يتسبب بجروح خطيرة للإنسان. في المركز الرابع، النعام، أكبر طائر في العالم وتعتبر من الطيور التي تتميز بسرعتها الهائلة التي تصل إلى 60 ميلاً في الساعة، كما تتميز بساقين قويتين تمكنها من مطاردة بعض الحيوانات المعادية، وساقيها تعتبران سلاحاً فتاكاً، كما تتمتع بمخالب حادة وقوية، كما أن النعام يستطيع مهاجمة الحيوانات المفترسة في البرية، فيمكنها قتل أسد بعدة ركلات إذا أصابت إعضاؤه الحيوية. في المركز الثالث، طائر البيتا، على الرغم من شكله الذي أكثر من رائع وألوانه الجذابة، ألا أنه أحد أخطر الطيور في العالم؟ فهناك سم عصبي قاتل في جلد وريش هذا الطائر، وهو نوع من الطيور المغردة، ويعتبر الطائر السم الوحيد في العالم. فجلدة الوريشة يحتويان على تركيز عالي من أحد أنواع المواد شديدة السمية، وإذا كنت صاحب حظ عاثر وصادفك هذا الطائر، فبمجرد لمس ريشة سوف تعاني من آثار السم القاتل على الفور، والذي يسبب لاماً شديدة قد تؤدي إلى أزمة قلبية حادة. في المركز الثاني، النسر الأفريقي المتوج، تعتبر النسور من أكثر الطيور الجارحة في العالم، وتتغذى النسور على جيف الحيوانات وفضلاتها فقط، أما إذا لم تتوفر جثث لحيوانات ميتة بالمنطقة فقد يقوم النسر بمهاجمة أي فريسة أخرى. والنسر الأفريقي المتوج يعد أخطر النسور على الإطلاق، ويعيش في الغابات المطيرة في إفريقيا، وطول جناحه تجاوز 2 متر، ويحب صيد الحيوانات الحية، كما أنه يشتهر بصيد العجول الصغيرة والقرود. وفي أحده السنوات هاجم نصراً طفل في 7 من العمر، وقام أحد السكان في المنطقة بإطلاق النار عليه بعد أن قام بالطيران حاملاً الطفل، وقد أصيب الطفل بكسر في الجمجمة والقفص الصدري. ومن صفات هذا النسر أنه إذ لم يجد كائن لمهاجمته يقوم بمهاجمة صغاره. في المركز الأول، طائر الكاسوري، برغم جمال هذا الطائر فهو يعتبر من أخطر الكائنات على الإطلاق، وثاني أكبر طائر على وجه الأرض بعد النعام، حيث يبلغ وزنه حوالي 60 كيلو جرام وطوله حوالي 150 سنتيمترا، له ساقان قصيرتان ولكن قاتلتين للغاية، والتي تمنحانه سرعة تصل إلى 48 كيلو متر في الساعة، وهو يمتلك عرفا من العظم فوق رأسه يحمي جمجمته من الاصطدام بفروع الأشجار الكثيفة، وإذا شعر أنه محاصر يندفع بقوة نحو مهاجمية ويركله بقدمة ومخالبة الحدة، ويمكن لهذه ركله أن تشق صدر وبطن الخصم بضربه واحدة وخاطفه. ويعتبر هذا الطائر على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض طبقاً لموسوعة غينس، وهو طائر عدواني لدرجة خطيرة، وهو متقلب المزاج جداً، وخصوصاً أن شعر بأنه محاصر أو لو كان به جرح، يبدو هذا الطائر وكأنه حيوان خجول جداً وجميل، ولكن الحقيقة هي غير ذلك تماماً، فإذا اقتربت من هذا النوع من الطيور ستكون نهايتك لا محالة. وعلى الرغم من ذلك يصطاده السكان المحليون لمقايضته بثمانية خنازير أو لتقديمه مهراً للزواج. وشكراً لكم على المتابعة، وإذا أعجبكم الفيديو فشاركونا برأيكم. دمتم